نبدي معاكم مع أولى فقراتنا الميدانية، راح نتوقف فيها مع وزارة الدفاع وتحديدا قوة الواجب غيث اللي نشهد لها بالجهود الكبيرة كل سنة في عمليات الدعم والمساندة بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرى في الدولة مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء. طبعا أكيد زميلنا نواف الشراكي مراسل قناة الأخبار متواجد الآن في موقع الحدث علشان ينقل لنا صورة كاملة عن العرض العسكري اللي تقيم قوة الواجب غيث في الوزارة. صبحك الله بالخير نواف، ويا ريت تحطنا بالصورة في هذا العرض العسكري وشنو الهدف منه، وأيضا ودنا نعرف أيضا أكثر عن قوة غيث بالتحديد. نعم، أصبح عليكم وأيضا أصبح على مشاهدينا الكرام لبرنامج إشراقة كويتية. ومثل ما تفضلت نجيب، نحن الآن متواجدون في قيادة الشرطة العسكرية في منطقة جيوان، وحول الوقوف على استعدادات وجاهزية قوة الواجب غيث للدعم والمساندة بالنسبة لموسم الأمطار. وحقيقة هذا أمر ليس بغريب على رجال الجيش الكويتي حول هذه الاستعدادات وجاهزيته. يسعدنا نكون معنا الآن العميد الركن غانم صقر الغانم، آمر قوة الواجب غيث في الجيش الكويتي. عميد الركن غانم، صباحك الله بالخير، شكرا لكم على هذه الدعوة. ما هي واجبات بالبداية، ما هي واجبات قوة الواجب غيث؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قوة واجب غيث تشكلت لتساند وزارات وجهات الدولة لمواجهة الظروف ومتغلبات المناخ، طبعا لسلامة الأرواح والممتلكات. نعم. عميد ركن غانم، بالنسبة لقوة الواجب غيث، هل هناك أماكن مخصصة أو معينة لقوة واجب غيث للتعامل مع البلاغات؟ نعم صحيح. طبعا قسمت الدولة إلى ثلاث قطاعات، هي طبعا المنطقة الجنوبية، وعندنا المنطقة الوسطى، والمنطقة الشمالية. طبعا قسمت مجاميع واللي تغطي كافة محافظات الكويت. بالنسبة لدوركم مع الدفاع المدني، هل هناك يتم التعامل مع الدفاع المدني لتلقي البلاغات؟ صحيح، تم إنشاء مركز عمليات في قيادة الشرطة العسكرية مكون من عدة ضباط ارتباط من الوحدات المشاركة في الجيش الكويتي، وتم إرسال عدد 2 ضباط إلى مركز عمليات الدفاع المدني لتسهيل عملية البلاغات وسرعة الإنجاز. العميد الركن غانم صقر الغانم، آمر قوة الواجب غيث في الجيش الكويتي، كل الشكر لك على هذه التفاصيل وهذه الاستعدادات، وهذا ليس بأمر غريب عليكم كرجال الجيش الكويتي، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك، شكرا لك. يمكن نجيب، سمعنا إلى العميد الركن غانم صقر الغانم، آمر قوة الواجب غيث في الجيش الكويتي، حول جاهزية رجال الجيش الكويتي من خلال متمثلة في قوة الواجب غيث حول الدعم والمساندة لجميع الجهات الحكومية المعنية في موسم هطول الأمطار. نعم، بارك الله فيهم وبارك الله في عملهم، وكل الشكر لك نواف الشراكي مراسل قناة الأخبار.